اليوم راح احكي لكم فد قصه وسالوفه. اذا ممكن السلايد الاول. اول مره اسمع بيها مصطلح الحاضنه كان قبل حوالي 22 سنه. كان مصطلح شويه غريب علي، ما سامعه من قبل. يعني اعرف بانه الانكيبيترز اللي هي المكان او الحاضنه اللي يخلون بيها الاطفال الحديثي الولاده وتتوفر لهم البيئه المناسبه للنمو، ضعيفين. بس بالعمل، ببيئه العمل، انكيبيترز كان مصطلح جديد وصار كمبادره تشجيعيه بالشركه اللي كنت انا اشتغل بيها قبل 22 سنه، انه تشجع الموظفين والكادر اللي عنده اي افكار جديده لمنتجات جديده او خدمات جديده انه يشاركها ويا الشركه والشركه تحتضنه وتوفر له البيئه وكل الاحتياجات اللي يحتاجها على مود يطلق المنتوج مالته او الخدمات مالته. دارت الايام وصار عندنا تغيير جذري بالعراق بال 2003 لما تغير النظام الدكتاتوري، انزاح، وصار عندنا فضاء كبير من الحريه. بذاك الوقت قررت ارجع للعراق، كنت برا العراق. ورجعت فعلا للعراق نهايه 2003 بدايه 2004، وكانت عندي فد طموحات هوايه واحلام هوايه، المشاريع صناعيه، افكار صناعيه هندسيه، حتى هم مشاريع زراعيه. وفعلا بدينا اسست شركه هندسيه وجذبت فد فريق حلو من المواهب العراقيه الشابه والشباب الاذكياء المهندسين، واخذنا مشاريع وبدينا نشتغل. وشغلنا كان متميز، معروف، جوده عاليه، الفريق مالت العمل والكادر كانوا جدا متعاونين، والشغل مالتنا كنا نفتخر به. بال 2010 صار همين فد تغيير حلو اللي هو تغييرات بالتشريعات بالعراق، اللي هي قانون الاستثمار طلعت تعليمات واعفاءات وتسهيلات على مود تجذب العراقيين او الراس المال العراقي اللي خارج العراق الى داخل البلد، وانه تتكون بمشاريع وافكار. طبعا همين اكيد الراس مال الاجنبي. بذيك الفترة قررنا انه ندخل بالاستثمار، وفعلا اخذنا فد مساحة ارض كبيرة بالبصرة وقلنا انه نسوي بها فد مشروع بهاي الارض، يكون صناعي لوجستي تعاونية كبيرة، بحيث انه نطلق خدمات متعددة للسوق. بس واجهتنا مشاكل هواية، بس أهم مشاكل هواية وتأخيرات هواية. أهم مشكلة هي أو عقبة واجهتنا هي البيروقراطية. البيروقراطية العراقية، ماكو أي بيروقراطية بالعالم تشبه البيروقراطية مالتنا. البيروقراطية مالتنا مختلفة، وطبعا هي صارت أو نشأت لأنه القوانين والتعليمات والسياقات الإدارية اللي كانت ما قبل 2003، الفترات القديمة، اصطدمت ويا التعليمات والقوانين الجديدة اللي طلعت لاحقا بعد 2003، بعد التغيير. فالمعاملات والرخص كل الأمور الإدارية صار بيها نوع من التأخير. الموظفين بالدولة دخلوا بنوع من الارتباك، لأنه شلون يفسر هذا القانون؟ أكو فد منطقة رمادية، أكو تصادم بين هاي القوانين بيناتها، أكو سياقات جديدة طلعت ويا هاي التعليمات الجديدة. فنشأ عندك تأخير قوي. نسوي لجنة،
ناخذ بيان رأي، نستفسر منا الكتابنا كتابكم. كل دائرة إلها فد سياقاتها المختلفة، من هو اللي وقع، من هو اللي همش هوسة، يعني لما تتباوى عليها هوسة ونضيف عليها همين عندنا العطل الرسمية والعطل الشبه رسمية والإيفادات والزحمة مالت المعاملات كوما والبريد هوسة. أي معاملة قامت ما تأخذ لها شهر أو شهرين أو ثلاثة، لا سنين، تدخل أنت بدوامة. فهنا من بدينا بهذا المشروع مالتنا صار عندنا تأخير كلش قوي. السؤال اللي طرحناه شون سؤال مهم الجوهري، شون نقدر نتجاوز البيروقراطية؟ أنا ما أقدر، أنا كإنسان ما أقدر أحل هاي بس شون أقدر أتفاداها، شون أقدر أتجاوزها؟ طبعا التذمر الانتقاد ما يفيد، لأنه لما تنتقد أو تتذمر راح يقولوا لك يابا معاملتك قاعدة تمشي حسب الأصول والضوابط والسياقات الإدارية القانونية، شبيك أنت ليش على شنو قاعدة تشتكي؟ هي هاي قاعدة ماخذة مجراها وقاعدة تمشي به سنة سنتين ثلاثة، هذا هو. إحنا يعني لازم نسوي شغل على سياقات. فالحل شنو؟ الفكرة اللي وصلنا لها هي أنه طبعاً دائماً يقول لك الحاجة هي أم الاختراع. فالفكرة اللي وصلنا لها اللي نقدر أنه نتجاوز البيروقراطية هي أنه نخلق المعجلات الصناعية. المعجلات الصناعية ضمن طبعاً كوميونيتي أو مجتمع صناعي. المعجلات هاي الصناعية هي فالتعديل أو تطوير لفكرة الحاضنات اللي حكيت عليها بالبداية. خلي نعطيكم ويجي فد نبذة سريعة شنو المعجلات الصناعية. طبعا أنت تبدي أول شيء بمجتمع، خلق مجتمع تعاوني من أصحابي الأفكار والمشاريع الناشئة، تكون هذا المجتمع. طبعا المخيم العلوم كان واحد من أروع المجتمعات اللي صار بيناتنا فد نوع من التلاحم التزاوج التشارك، وشفنا عندهم هواية أفكار مالت منتجات نقدر أنه نصنعها بالمكان مالتنا هذا الاستثماري، وانه يضللون بالمظله مالتنا القانونيه والاداريه والاعفاءات والتسهيلات اللي اخذت من عندنا كوما سنين. يعني اختصرنا الطريق لهم. فالمعجله الصناعيه انه عندي مكان كبير ضخم حاضر جاهز للتصنيع وللعمل، الموافقات كليتها، الرخص التسهيلات الإعفاءات كليتها موجودة ضمن هذا الغطاء القانوني، البنى التحتية موجودة، الكهرباء المي الإنترنت كليتها موجودة، الاستيراد مالت المواد الأولية والخزن همين موجودة. هذا مجتمع تكاملي، يعني لما يكونون اكو هوايه عندنا ورش ومعامل، معمل كرتون، معمل خياطه، معامل مالت بلاستيك، معامل مالت حديد، هذني كليتها راح تخلق لك نوع من التعاون. ماكو منتج اذا تريد تسوي فد منتج ذكي او خلينا نقول نسميه نيش برودكت، هذا النيش برودكت او هذا المنتوج الجديد يحتاج تجميع بعدة عناصر. طبعا ايضا نوفر التدريب، التوجيه، فريق متميز من الخبراء بالابلكيشنز او بالاي تي
أنا مودي أسوي لك التطبيقات، نشترك بيها التطبيقات مالت المنظومة الحسابية، إدارة المخازن، إدارة الإنتاج، التسويق الإلكتروني، التسويق الرقمي، ربط هاي التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي، التمويل والتطوير. طبعاً السيستم يمشي كلياتها همياً هاي تعاونية صناعية، راح تشتغل بسيستم المشاركة الربحية. هواي أفكار، عندنا تقريباً فوق 85 منتوج. الأفكار مالتها كليتها بين حديدية إلى بلاستيكية إلى يعني عدد من الأفكار مالت المنتجات. واحدة من الأفكار السريعة اللي انطرحت ويا دكتور نورس هي عالم البلاستيك عالم كبير، وتقدر تسوي بيه هواية هواية منتجات وبرودكتس جميلة ولطيفة وذكية. واحد من هاي الأمثلة اللطيفة هو هذا الكرسي اللي تشوفوا قدامكم اللي سميناه كرسي النرجيلة. كرسي النرجيلة حلو، لطيف، مريح، لونه لطيف، جميل لون مالته. بيهمين مكان مالت انه تحط الكوب مالتك، وممكن انه تضيف عليه فد إضافة مالت الصينية. طبعا إذا ضفت ويا الأمور التكميلية، الجزئيات التكميلية التسويقية الحلوة، يعني مثلا كوشة حلوة تصير تطيف الجمالية لهذا الكرسي لما تحطها أنت قاعد برا، التغليف الكرتوني. هنا تذكروا هاي الصورة، نجي هنا، هي هاي تقريبا السلايد الأخير، طولت هاي عليكم. فالمعجلات الصناعية والتعاونية تبدي أول شيء بالفكرة الجلوب، بعدين نجي نشوف شلون راح نطبق هاي الفكرة. دكتور نورس راح يصنع القالب مالت الكرسي والتصميم مالته. هذا القالب راح يجيب لي اياه بالتعاونية مالتنا، راح نحطه بالمكابس مالت البلاستيك، راح نستعمل المواد الأولية اللي عندنا اياها، وعندنا هواية همين منتجات. راح ينكبس القالب يطلع عندنا الكرسي، راح نجي احنا نشوف شنو معايير الجودة مالت هذا المنتج. زين، لطيف، شنو نضيف عليه إضافات؟ اكو اشياء ممكن نضيفها عليه، نغير شويه بال 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 بالتصميم مالته، بال 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 بالشكل مالته. بعدين نبدي انه نسوي له المنصه التسويقيه مالته، انه نعرف السوق بهذا المنتج. طبعا هم يعني بنفس الوقت ندرس التكاليف مالت الانتاج، الفوليوم برودكشن، الانتاج الكبير، ونشوف التكاليف مالتنا ايش قد، الربحيه مالتنا ايش قد، تتقسم الحصص، ينطلق المشروع الى السوق وصير نجاح مالت منتوج. طبعا بهاي المعجله التعاونيه راح يصير عندنا المشروع، الفترة مالت الانطلاق مالت المشروع من كونه فكرة إلى الانطلاق فترة ما تتجاوز أشهر قليلة. في حين إذا نورس يريد أنه يبدي وحده بالمشروع، يأسس شركة ويأخذ رخص ويدور على قاع ويجيب لهذا وموافقة البيئة، راح تأخذ له بين 4 إلى 5 6 سنوات. هاي بهاي الفترة طاقة مستهلكة، مصاريف كبيرة، وبهاي الفترة مالت انه يركض على المعاملة ويدخل بالدوامة مالت البيروقراطية، احتمالية 90% انه يلغيها للفكرة ويقتل المشروع. بس المعجلة هنا راح تخليك انه الحلم مالتك او الفكرة مالتك بخلال 2 3 شهور تنطلق بالسوق. راح تقل عندك التكاليف بشكل كبير، راح تستفاد من الشباب اللي وياك بهذا المجتمع التعاوني اللي هم كليتهم مواهب عالية
ومصنعين، رح تستفاد من الأفكار مالتهم، رح تستفاد من المنصة الإلكترونية مالتهم بالتسويق، بإدارة المخازن. فهي هاي الفكرة مالت المعجلة التعاونية، هي تعاون، هي collaborative community، مجتمع تعاوني ويستفاد من الموافقات والرخص اللي عنده، وحتى المناخ، البيئة، المكان، كل هاي التفاصيل. المشروع بدأ ونتوقع الفرص النجاح مالته عالية، وأتأمل أنه راح تصير عندنا أكثر. يعني إحنا حالياً هسه قاعد نشوف، دا ندرس أكثر من 80 منتج، أتمنى أنه راح تكون أكثر وأكثر. الرسالة مالتي الأخيرة هي فد مثل شعبي بصري كلش حلو واي أحبه، يقول قوم التعاون وما ذلوا. هذا الشعار مالتنا، وأتمنى أنه القيادات اللي موجودة بالدولة وبالمحافظة مالت البصرة، من 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 الأخوة المسؤولين، المحافظ والمدراء الدوائر، أنه يتعاونون ويانا، يدخلون ويانا بنفس المركب. وشكراً.